بالنسبة شيخنا بالنسبة للمحراب في المسجد ما حكمه؟ بدعة. هناك من يقول أو سمعت يعني أنا قائل يقول إنه المحراب يوفر صف. المحراب يوفر صف. نعم. هو واهم. واهم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. لأنه عم يتصور. لا بدي بين لك. عم يتصور شيئين أهمهما أو أخطرهما قريب من الاستدراك على الشارع الحكيم، لأنه هو هذا الرجل بين أحد أمرين، إما أن يعتقد معنا أنه لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام محراب، أو أن يعتقد العكس كما يظنون اليوم جماهير الناس. فإن كان الأول فهنا خطورة. إن كان يعتقد معنا أن مسجد الرسول لم يكن فيه محراب، فمعنى ذلك أن الرسول اللي أشرف على بناء المسجد ما كان هو المهندس اللائق لتخطيط بنيان المسجد، ففاته ما استدركه هذا المتخلف. فهمت الخطورة وين تكمن؟ وإما أن يعتقد معنا أنه لم يكن هناك منبر، حينئذ هذا الاعتقاد يطيح بعقيدتنا جميعا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكلام إنما يستقيم بالنسبة للمساجد وليس بالنسبة للجوامع. لعلي أخطأت حينما قلت هذا الكلام يستقيم، لأنه غير مستقيم، وإنما أردت أن أقول أن هذا الكلام قد يصح بالنسبة للمساجد وليس للجوامع. المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة فهي بطبيعة الحال لا يكون فيها منبر يخطب عليه الخطيب. أما بالنسبة للجوامع ففيها المنابر. وحينئذ هذا الرجل وأمثاله يقولون ما يقولون لتسليك الواقع، مش لدعوة يؤمنون بها. وإلا فوجود المنبر في المسجد يحدد إيش؟ القبلة. واضح؟ ثم هل ينكر المنبر الطويل الذي يقطع الصفوف ويدل في الوقت نفسه على القبلة؟ لا يبحث هذه النواحي، وهذا من شأن من اشتغال بالسياسي. لعلك فهمتني؟ ومع ذلك هناك رسالة لطيفة جدا، وإن كان أفسدها بعض المعلقين، هي رسالة الحافظ السيوطي التي اسمها إعلام الأريب في بدعة المحاريب، أو قال بحدوث بدعة المحاريب. فهو ذهب هناك في هذه الرسالة إلى هذا المذهب الحق، أن مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، وتبنى هذا بعض العلماء المتأخرين، والذي يحضرني منهم الآن الشيخ مر علي القاري الحنفي، فقد صرحوا بأن المحراب في المسجد بدعة. يضاف إلى ذلك أن هناك آثار سلفية بأنهم كانوا يكرهون الصلاة في الطاق، والطاق هو الفتحة في المحراب. والسبب في ذلك أن المحاريب بدعة نصرانية تسربت إلى المسلمين في القرون الأولى مع الأسف، ولذلك فكان بعض العارفين بالسنة إذا صلوا في مسجد فيه طاق فيه محراب انحرفوا عنه، كما لو لم يكن هناك محراب. لذلك الباحثون لا يترددون إطلاقا
في إنكار بدعية المحراب في المسجد، ولذلك جريت على أن أقول حينما أروي حديث ذي اليدين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين ثم سلم ثم انتهى ناحية من المسجد، وجرى النقاش بينه وبين ذي اليدين حينما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله. فصلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه، وأقول هنا ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب، وإنما كان هناك مكان يصلي فيه. وقد جاء في حديث إسناده ممكن تحسينه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار مسجدا جعل له علامة عمود بدل المحراب ليدل على القبلة، ولا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث بمقدار ما يهمنا مما فيه لفت النظر إلى أنه ليس من الضروري أن نتخذ المحراب دليلا على القبلة. فممكن مثلا نجعل الجدار القبلي مسح ونحط مثلا عمودين شباك، احنا عملنا شباك عمودين مثلا يدلوا يوحوا انه هون مكان الامام وهون المحراب، اما التزامنا المحراب وبخاصه هذه المحاريب اللي عم يتفننوا فيها في تضخيمها في تجسيمها في زخرفتها في الى اخره. وخير الهدى هدى محمد. تتم السؤال كمان بالنسبة إلى وجود الأعمدة أو السواري داخل المسجد، هل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواري كما هي مثلا كما هي موجود الآن أو أقل منها أو إلى آخره؟ طبعا كان في المسجد النبوي سواري ما شئت أو ما لا شئت، لأنه المسجد كان مسجدا متواضعا وكان لا يبنى إلا على السواري، ومع ذلك فكان ينهى الذين يصلون في هذا المسجد عن الصلاة بين السواري. وهذا يعني، وأنا كنت لما بدأت بتأليف كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب كنت وضعت صورة للمسجد السلفي انه ما يكون فيه ولا أضابة ولا عمود، ويكون له باب للرجال وباب للنساء. اليوم من الممكن كما لا يخفاك بناء مسجد بدون اي سارية وبدون اي عمود. هذا ما فعلنا، او يعني بناء جزاك الله خير بلال على توصيتك الحمد لله، لكن لما رحت للكويت بدأوا يقولوا ليش فيش أعمدة وليش فيش محراب، وأخذ يستنكر هذا القائل، وحتى يعني بيقول هو إنه المحراب ليس سنة ولكنه بأخذ يعني بيقدم صف أو يعني بيوفر صف. فقلت له في الحالة هذه ممكن يعني يقف عن يمين وشمال الإمام إذا كان بدك توفر الصف، ولو بيقول هذه ليست من السنة شو هي؟ يعني أن يقف المصلين عن يمين الإمام وعن شماله يعملوا صفا. وجاء بكلمة انه بيوفر صف، وجود المحراب يوفر صف يعني الامام بفوت صلي فيه. انا عارف، حنسأله السؤال الثاني، هذا من شؤم تشكيك البدعة، ايهما اشد اغراقا في مخالفة السنة، إيجاد المحراب الثابت على مر الزمان والمكان، ولا إذا اقتضت الحاجة وكثرت الصفوف واضطر الإمام أن يقف في منتصف الصف، أيهما أقل وقوعا؟ لا شك الثاني أقل وقوعا، بل في كثير من المساجد خاصة المسجد تبعكم هلا، أنا ما أتصور أنه راح يضطر الإمام يوما ما انه يصلي وسط الصف.
وإن وقع فهو نادر جدا. نعم. صح؟ بينما المحراب ثابت، في ضرورة ولا ما في ضرورة؟ عرفت كيف؟ نعم جزاك الله. يعني هنا تأتي قاعدة الضرورات بين المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو بنينا مسجد مدينة، ما أتصور أنه يصلى فيها صفوف يضطر الإمام فيها أن يقف في منتصف الصف. في حال حينئذ المحراب مشان دفع المشكلة هي، ما في حاجة. هل ما بيفكروا في حاجة ولا ما في حاجة؟ بيفكروا إنه هيك النظام الآن وانتهى الأمر. الله المستعان. نعم.